حراك إلى اتفاقية الغاز العربي المشترك خطط كبيرة. اللاعبون المصريون الفائزون بميداليات في دورة أثينا الأولمبية لن يشاركوا في دورة الألعاب العربية بالجزائر. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، من معرض السفر للبحر المتوسط بالقاهرة. المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأول قاضية مصرية استحبتنا في رحلة مع الذكريات في أرجاء كليتها العريقة كلية الحقوق بجامعة القاهرة. منذ سنة أولى ثانوي قررت أدخل كلية الحقوق، يعني حددت معالم الطريق مبكرا. ابنة لأسرة إقطاعية تعتنق مبادئ ثورة يوليو. أسرة والدي كانت من الأسر اللي بتحوز الملكية الإقطاعية قبل الثورة وطبق عليهم قانون الإصلاح الزراعي، لكن هذا لم يمنعني من الانتماء لثورة يوليو على المستوى الفكري. لكن أنا عندي حلم بلا حدود لبلدي وللأمة العربية وللأجيال القادمة، إنه هذه الأجيال بقى عندهم مصادر للمعرفة لم تتحقق في أجيالنا، بس يوظفوها في إطار بناء وطني وإنساني وذاتي حقيقي، مش مزيف ولا بيعتمد ان المادة هي الانسان، لا، الانسان هو صانع المادة. فاطمة ناعوت سيدة التحديات والقرارات، نجحت في العمل كمهندسة معمارية لمدة 10 سنوات، وحدث التحول الكبير الذي كان بمثابة ولادة جديدة للكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت. جاء التحول حينما اكتشفت اختلاف ابني الصغير عمر، بدأت ألاحظ أنه مصاب بالتوحد. اكتشفت أن عمر جميل في توحده، تعلمت منه العمل المطلق. عمر موهبته كانت الرسم، يرسم لوحات يعني فائقة الجمال، يعني نقاد تشكيليون وفنانون حينما رأوا لوحاته اندهشوا. هو متبع أحدث المدارس، يرسم بالزيت، يرسم كل هذا هو علمه لنفسه بالفطرة. تعشق السيدة ناعوت الكتابة منذ نعومة أظافرها. عندي 16 كتاب، 6 دواوين شعرية، و3 كتب نقدية، و7 ترجمات. آخر حاجات صدرت لي هو كتاب أو أنطولوجيا شعرية اسمها أبناء الشمس الخامسة. وهكذا استحقت المهندسة المعمارية والكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت لقب قاهرة الحزن. السيدة عبير الأنصاري مؤسسة نادي الثقة للمطلقين والمطلقات هي امرأة قوية محبة للحياة، تبعث التفاؤل في المحيطين بها وتدعمهم. ابتدت الفكرة طبعا لما جيت على مصر وابتديت أشوف أنه في الأعياد وفي المناسبات ومش عارفة إيه وكده، دايما ببقى أنا لوحدي ومفيش، دايما أنا والولاد في البيت، مفيش يعني اختلاط في الباقي عشان كلهم مشغولين بحاجتهم وحياتهم وبيروحوا وييجوا كلهم مع بعض، بس انا في البيت دايما. واحيانا في مواضيع بتشد الناس ان عايزين يعرفوا فيها اكتر، حاجات مثلا تبقى عن الاطفال، عن كيفية التعامل مع المراهقين، مع سنجل بيرنس او احادي الوالدين. اما الابناء فكانوا التحدي الاكبر في حياة هذه السيدة القوية. الولاد كانت مسؤولية كبيرة كنت بفكر فيها طبعا، يمكن اللي اخر عندي الطلاق ان انا كنت بفكر ازاي هتعمل انا والولاد من غير درداد، من غير باباهم، هل هعمل لهم عقده، هل هيأثر على نفسيتهم في المستقبل. النقله بين بلد زي انجلترا ومصر كانت نقله جامده على الولاد. استطاعت السيده عبير الانصاري ان تتغلب على مشكلتها ومشكلات غيرها من المطلقين والمطلقات بفكرة ذكية وعملية. في حياة دايما بعد الطلاق، وإحنا بنحاول نوجههم إزاي يتعاملوا مع الحياة الجديدة دي وإزاي ينزلوا تاني للحياة، ودي الرسالة اللي أنا بحاول أوصلها، أحاول إنه أقلل نسبة الطلاق دي بشتى الوسائل. أنا نقطة تحول في حياتي مضحكة شوية،
لأنه مضحكة وغريبة شوية، لأنه كان بالضبط يوم عيد ميلادي 30، وكنت مقررة أن أنا أكتب أن حاسة بإيه في اللحظة أن أنا بتم 30 سنة. كنت الأول مرة بواجه نفسي فكرة أن أنا كنت في العشرينات، كنت مكتئبة، عديت بالتأكيد بتجربة قهر في حياتي. ما كانش القهر جاي من برة قد ما كان جاي من جوايا، وده أخطر أنواع القهر. الدكتورة سحر الموجي، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، وأول روائية مصرية تحصل على جائزة كفافس اليونانية عن روايتها نون. رغم انشغالها استطاعت أن تكون صديقة مقربة لأبنائها، غير أنها تواجه الكثير من التحديات في المجتمع المصري. بيني وبين أولادي علاقة خاصة جدا، حاولت طول الوقت أن هي تبقى صداقة، ودي صعب جدا، بس بطريقة ما قدرت أنجح في ده، لأن يمكن أبويا كان عامل معايا ده، كان سايب لي كل المساحات أن أنا أكون اللي أنا عايزة أكونه. وعن عملها المتنوع ونشاطاتها المتعددة ما بين الجامعة والكتابة والإعلام قالت: بدرس في كلية أدب قسم اللغة الإنجليزية، تخصصي دقيق شعر أمريكي، بس بدرس شعر إنجليزي وبدرس مناهج أدب مقارن، وبحب جدا 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 مهنة التدريس لأنها بتخليني طول الوقت على اتصال بشباب صغير. أسبوعيا بيبقى عندي في البرنامج الأوروبي برنامج بتاعي، وبرضو البرنامج عن الكتابة بيهتم بكتابة شباب صغيرين معظمهم لسه ما نشروش. الدكتورة سحر مثقفة إيجابية، شاركت في العمل السياسي من خلال حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير. في 2005 اشتركت في تأسيس أدباء وفنانين من أجل التغيير، وبتشترك مع كفاية في المطالب السياسية الكفاية، لكن بوصفها حركة بتعبر عن الفنانين والكتاب، فهي كان همها إلى جانب المطالب السياسية المعروفة الكفاية حرية التعبير. وحصل بعدها بعد تأسيس الحركة بحركة بني سويف، أكتر من 50 مسرحي مصري اتحرقوا في مسرح صغير في بني سويف، مسرح قصر ثقافة، وكان ده نتيجة الإهمال ونتيجة غياب عنصر الأمن عن المسارح المصرية. لسحر الموجي حلم بسيط. حلمي إني أفضل أكمل كتابة، أفضل أمارس الكتابة. أنا بحس بسعادة مطلقة وقت الكتابة، وقت الاشتغال على كتابة. وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركة أكثر من 59 دولة و150 فيلما. فنانات جميلات ونجوم كبار ساروا على السجادة الحمراء، حتى أبطال مسلسل نور التركي. أمريكا ممكن تسيب العراق، لكن يمكن تسمح لحد يسيطر على السينما الأمريكية. سمر الجمل، القاهرة، قناة الآن. هنا في مقام السيدة نفيسة قابلنا عشاق آل البيت. كل أهل البيت زي بعض، فأنا دلوقتي بقى عندي أهل البيت دول أحسن من أي حاجة في الدنيا، هم أكل وهم شرب وهم متعتي وهم كل حاجة. للرجال فقط شعار يرفعه ربع السلحدار، فأثناء جولتك لن تصادف امرأة واحدة تعمل في بازارات الربع السياحية. في شهر رمضان تجده حاملاً آلته الشعبية يجوب أقطار مصر، وهذه المرة قابلناه في القاهرة بصحبة آلته المحببة السمسمية. ليلة ترقصت فيها جدران قلعة صلاح الدين بوسط القاهرة، وموسيقى صدحت بين جنبات القصور والمساجد التاريخية، والبداية كانت مع الإنشاد الديني والتنورة. ليس فقط جو رمضاني، بل هو جو مصري أصيل، وهنا في الخاتون ستشعر أنك انتقلت لعهد قديم ولكن دون ترك الحاضر. تخرج عربات جمع القمامة التي تجرها الدواب كل صباح. وتعود أدراجها محملة بقمامة القاهرة.